وأضمه ضمه وأقبله قبل أن أموت. أحب هذا الشيء فقط، أن أشم ولدي وأقبله وأضمه قبل أن أموت. فقال عمر وهو يبكي، قال مروا كلابا أن يحلب الشاه ويسقيه لوالده. ألا ما يدري الشيخ الكبير عمر يبكي، أخذ الإبن يحلب الشاه وقرب اللبن إلى أبيه وناوله عمر الإناء قال اشرب يا أبا كلاب، فأخذه فلما أدناه من فيه قال والله يا أمير المؤمنين إني أشم رائحة كلاب في اللبن. قال أشم رائحته، فوسب ابنه إلى صدر أبيه وأخذ يقبله ويبكي، وبكى عمر وبكى كل من كان في المجلس. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سمع كلاب أن الناس يتكلمون عليه كيف ذهب للجهاد وترك أباه، فرد عليهم بشعر فقال لهم لعمرك ما تركت أبا كلاب كبير السن مكتئبا مصابا وأما لا يزال لها حنين تنادي بعد رقدتها كلابا لكسب المال أو طلب المعالي ولكني رجوت به الثواب. يعني لما تعنفون علي، أنا ما ذهبت لكسب المال ولا لطلب العلا، ذهبت للجهاد في سبيل الله، ما أردت إلا الثواب من الله. ماذا نقول لمن طرد أمه من البيت لأجل زوجته، ولمن أودعها دور العجزة لأنه ما عنده وقت، ولمن يتصل عليه فيقال له أن أمك مريضة في دور العجزة تريد أن تراك لعلها تموت، فيقول إنني مشغول لا تتصلوا علي، فيغلق السماعة وبعد أيام تموت الأم، فيتصل عليه فيقال له يا فلان نريد أن نخبرك بخبر، لا يدرون كيف يفتحون له الخبر، قال أخبروني، قال أمك قد ماتت ظنوا أنه سوف يصدم، فيقول ذلك السفيه يقول ادفنوها وأكملوا الإجراءات، أنا مشغول. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. أسمعتم برجل تزوج وللزوجة حقوق لا نريد تضييعها، ولكنه بعد الزواج نسي أمه، نسي تلك السنين، نسي يوم أن بكت عليه، يوم أن سهرت عليه، يوم كانت تحمله، يوم كانت ترضعه، يوم كانت تلبسه، يوم كانت تمسح عليه، نسي كل هذه السنين بعد أن تزوج أو بعد أن اشتغل بالتجارة. يدخل إلى البيت يوما وبيده هدية، فرحة الأم، ظنت الأم أنه سوف يعطيها تلك الهدية، هدية دخل عليه تذكرني الابن، وبعد قليل مر من أمامها ودخل إلى غرفة زوجته ليبشرها بتلك الهدية. اعتصرت الأم ألما ودمعت عيناها، ولكنها أغلقت الباب حتى لا تزعج ابنها بتلك الدمعة. ثلاثة أو أربعة يزورون محلا للمجوهرات، أربعة، زوج وزوجته، من معهما؟ أمه العجوز وطفله الصغير. يزورون ماذا؟ محل المجوهرات. الأم العجوز كعادة العجائز يحببن أولاد الأولاد،
والله لو كان بهن ما بهن من أمراض يسرنا على راحة أولئك الأولاد. الأم تحمل الأولاد الولد الصغير في السوق وتمشي خلفهما، والرجل منشغل بزوجته، فلما دخل محل المجوهرات أخذ يشتري ويشتري 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 حتى بلغ 10,000 من عملة تلك البلاد. فلما أراد أن يحسب قال البائع: المبلغ 10,100. قال الرجل: من أين جئت بالمئة؟ نحن حسبناها 10,000. قال: لا، أمك العجوز أخذت هذا الخاتم. قال: أي خاتم؟ قال: هذا الخاتم. أخذ الخاتم من بين الذهب ورماح. قال العجاز: لا يصلح لهن الذهب. الأم لما سمعت بكت، لكنها أسرعت إلى السيارة، رجعت إلى مكانها، علمت أنه لا مكان بينهم الآن. الزوجة تضايقت، لكن لما؟ قالت: لما فعلت هذا يا مجنون؟ من يحمل ولدنا الآن؟ فرجع الابن يذهب إلى أمه كأنه يريد أن يتدارك الأمر، فقال: يا أمه أعتذر. فقالت أمه: والله ما أردت الخاتم، والله ليس لي بالذهب شأن، ولكني أحببت أن أفرح معكما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. يقول الأصمعي: خرجت يوما فمررت على أحد الأعراب، أو يقول حدثني أحد الأعراب، أعرابي لكنه حكيم، هذا الأعرابي يقول: خرجت يوما أبحث عن أعق الناس لوالديه وأبر الناس لوالديه، أبحث في الناس من هو الأعق ومن هو الأبر. يقول: فمررت في الطريق فإذا بي أجد رجلا شيخا كبيرا في السن، يقول: قد ربط حبلا في عنقه، وبهذا الحبل متاع ثقيل، يقول: لو ربط به بعير ما تحمله. يقول: ويمشي في السوق وخلفه شاب يضربه بعصا. يقول: فقلت له: ويحك أيها الشاب، ويحك، ألا ترى ماذا يحمل هذا الشيخ وتضربه أيضا؟ قال: إليك عني فإنه أبي. قال: وأبوك وتفعل به هذا؟ قال: كان يفعل هذا بأبيه، وأبوه كان يفعل هذا بجده، وأنا الآن أفعل هذا به. كما تدين تدان. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. يقول: فمررت فإذا بي أجد شيخا كبيرا في السن، قد دق عظمه ورق جلده. يقول: وبجنبه شاب يحمل حصيرا على يديه، ويضع الشيخ الكبير على يديه. يقول: وكلما مر زمن تجول به ساعة ثم رجع. يقول: والرجل قد خرف يتكلم بكلام لا يعقل معناه. يقول: فقلت للشاب: من هذا؟ قال: إنه أبي، كبر به العمر وليس له إلا أنا. يقول: وخرف عقله وأنا أسليه.